البحث عن الذات هذا كان الشيء اللي عم يسعى وراه لما رمى شغله كممرض بأحد المستشفيات عرض الحائط وقال أنا أريد أن أعيش. Deutsch Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. وخلال رحلته الداخلية في البحث عن الذات وصل لفكرة أنه لازم يبحث بالأديان بالأعراق والبلدان وبالعادات والتقاليد لحتى يقدر يتقبل نفسه ويتقبل الغير. هو بيقول أنا بآمن بتعدد الثقافات وثقافة التعدد. أعطى لمجال التصوير بعد تاني تماما، مو بس بأنه يصور شيء ويشاركه مع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يحكي قصة صاحب الصورة والشي يلي حسه هو نفسه وقت صور هاي الصورة. مهمته بهاي الحياة العثور على الوئام الداخلي. وئام، أهلا وسهلا فيك بعربي ألماني. أهلا فيك، شكرا جزيلا. وئام، تخيل معي أنت معزوم بحفل شواء وبيجي شخص لعندك بنص الحفل ما بيعرفك وحابب يتعرف عليك، كيف بيعرف وئام عن نفسه على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد العملي؟ اولا انا وئام، طبعا انا مقيم في مدينة حيفا، انا عمري 30 سنة، انا مواليد سنوات التسعين. انا مصور وثائقي اثنوغرافي. انا وظيفتي وصف الاعراق البشرية من مظاهر خارجية، من مأكل، من ملبس، من عادات، من تقاليد. طبعا انا وصلت لمرحلة التصوير بعد سنوات طويلة في عملي كممرض. أنا عندي شهادات أيضا من جامعات في فلسطين المحتلة. طبعا أنا عملت كممرض في غرف العمليات وأيضا في العناية المشددة، وكان اختصاصي أكثر كمان في أيضا التخدير الكامل للأطفال، طبعا في عمليات الأسنان. من بعد سنوات أنا اكتشفت أنه لازم أعمل تغيير في حياتي، أكسر الروتين، طبعا أبحث عن الآخر، أبحث عن الأنا الداخلي، أبحث عن الذات، أبحث عن الوئام الداخلي. فانتقلت واليوم أنا مصور وثائقي إثنوغرافي. وئام، إذا فيك لو سمحت تخبرنا أكثر عن هذا الشيء اللي بتعمله، شو هو هذا العمل وشو هو هذا التصوير اللي أنت بتصوره وليش أساسا أنت عملت هذا الشيء؟ خبرنا أكثر عن هذا الشيء بعد إذنك. طلع، كيف ذكرت أنا في السابق، أنا مصور وثائقي إثنوغرافي. أنا وظيفتي وصف العراق البشري. أنا بزور كثير قرى ومناطق نائية بعيدة، أيضا تقليدية وأيضا حتى نوعا ما بدائية. أنا بحاول أعيش أكثر مع الناس، عم بحاول أعيش مع مجتمعات وأيضا أعراق مختلفة. طبعا أنا كشخص أو كمصور وثائقي إثنوغرافي، أنا في كل قصة عندي أو كل صورة عندي عبارة عن قصة، عبارة عن مغامرة، عبارة عن تجربة معينة اللي أنا عشتها، ولا أنا طبعا عشت مع في كل حيثياتها. فطبعا أنا في الأول، كيف أعظم رحلة ممكن يخوضها الإنسان هو طبعا الرحلة إلى نفسه. وأنا كل ما كنت عم بسافر أكثر كنت عم بتعرف على نفسي أكثر. أنا من خلال دراساتي في البيت عن العالم أنا تعرفت على العالم، ولكن لما بلشت أزور العالم أكثر، مناطق وقرى وعادات وتقاليد صرت أمارسها أكثر، صرت أتعرف على نفسي أكثر. فأنا أي نعم، إنه أنا إذا بدي أعرف عن نفسي اليوم، أنا بعرف عن نفسي عن طريق أعمالي. من خلال أعمالي ممكن تشوف التنوع العرقي، وإذا ممكن تشوف تنوع الجمال وجمال التنوع، ممكن تشوف ثقافة التعددية وتعددية الثقافات. أنا أؤمن بالاختلاف، والاختلاف أدب والتعبير عنه فن، ولا خلاف في الاختلاف. طبعا أعظم رحلة ممكن يخوضها الإنسان هو الرحلة إلى داخل نفسه. فاليوم أنا طبعا كمصور وثائقي إثنوغرافي عملت عدة مشاريع اللي هي إنسانية. أول مشروع أنا عملته كان مصور فيه مشردين ومتسولين، ممكن تشوف هاي الأعمال طبعا في حساباتي، ممكن تشوفها أيضا في معارضي. وفيما بعد أنا تخصصت أكثر في التصوير الإثنوغرافي اللي هو وصف الأعراق البشرية، هو المرحلة الأولى من الإنثروبولوجي اللي هو طبعا علم الإنسان. فأنا طبعاً كشخص اللي أنا بدرس الميدان، أنا بدرس العادات التقاليد، أمارس الكثير من الطقوس، وتعرفت على كثير من الأعراق المختلفة والبعيدة، وحتى هي كمان مغايرة عن اللي نشوفه إحنا في حياتنا اليومية، إن كان في البلاد العربية أو في الشرق الأوسط أو حتى في المناطق اللي هي الحديث المتجددة. فنوعاً ما أنا عن طريق أعمالي حاولت أني أنشر رسالة
إنه أنا على الرغم من الاختلاف، على الرغم من الخلاف اللي كان بيني وبين الأشخاص اللي أنا صورتهم، ما كان في حاجز إلا الحب. بالعكس، استقبلوني خلوني أدخل على العالم الشخصي تاعهم. فلذلك أنا في عندي عدة رسائل معينة، إن كانت رسائل إنسانية، وحاولت أسلط الضوء على عدة قضايا اللي هي كمان قضايا كمان إنسانية اجتماعية اقتصادية. حاولت أقلص الفجوات الاقتصادية، وأيضا حاولت أكسر الحاجز ما بين الأنا واللا أنا، حاولت أن أكسر الحاجز ما بين المختلفين في مجتمعاتنا. طيب ممكن تخبرنا أكثر شو اللي جذبك أساساً أنك تلتجئ لهذا المجال وتقول أنه من خلال التصوير وبنفس الوقت الترحال بين البلدان وبين الأعراف والتقاليد المختلفة رح أقدر أوصل لهذا الهدف اللي أنا حطيته لنفسي؟ والشي التاني اللي بصراحة حابب أعرفه شو اللي خلاك بالذات تروح على أقصى آسيا وعلى هديك المناطق وما تروح مثلاً على جنوب أمريكا، شمال أمريكا أو مناطق تانية بالعالم، أستراليا أو ما إلى هنالك؟ شو اللي جذبك للمناطق هي اللي أنت بتروح عليها؟ أولا طبعا الحضارات القديمة، طبعا في كثير حضارات اللي هي ما زالت موجودة لحد اليوم. طبعا إذا بنسمعنا أو بخبرك مثلا شو هي الحضارات القديمة، ممكن تقول الحضارة الفرعونية، الحضارة البيزنطية، الفينيقية، الرومانية. ولكن للأسف اليوم ما زال من هاي الحضارات فقط أعمال فنية، تماثيل، رسومات. ولكن في الشرق الأقصى حتى الحضارات القديمة إن كانت حتى والعقائد القديمة ما زالت موجودة، ممكن نشوفها في حياتنا اليومية. يعني لحد اليوم على الرغم من العالم الحديث وعلى الرغم من التكنولوجيا، ممكن نشوف ما زالت هاي الحضارات موجودة. ما هي أكثر الشغلات اللي أنا حبيتها؟ إنه أنا كمصور وثائقي إثنوغرافي ممكن أجد هاي الحضارات ما زالت اللي هي حتى تمشي في الشوارع، إن كان من مأكل، من ملبس، من عادات، تقاليد، لهجات، لغات. والسبب الثاني اللي خلاني أعشق يعني وخلاني أكثر إني أستهوي إني أنا أروح على هاي المناطق وما زلت أروح عليها، هي التنوع، والتنوع والتعدد في الثقافات، في اللغات، في اللهجات. فمثلا إذا بعطيك الهند، الهند فيها تعدد رهيب جدا من الديانات، من الأعراق، من اللغات. بحسب البحث مثلا في 2015 كان في حوالي 1652 لغة ولهجة. اليوم في الهند لوحدها في 52 في حوالي 22 لغة رسمية، غير كمان ملايين الآلهة وأيضا العادات والتقاليد والملابس. أنا كشخص زرت عشرات المعابد، وفي كل معبد كان يمارسوا عادات غريبة، تقاليد مختلفة. فهذا الشيء هو اللي أعجبني وهذا اللي بيستهويني، هو التنوع العرقي وتنوع الثقافات والتنوع البشري اللي موجود هناك. وعلى الرغم من هذا التنوع، أني ما زالوا معتشين وبيعيشوا مع بعض طبعا في منطقة واحدة، في دولة واحدة. طبعا غير الهند كمان في الصين، في نيبال، وأيضا كوريا واليابان وغيرها وغيرها من المناطق. فأنا من أكثر المناطق اللي بتستهويني هناك أيضا غير التنوع العرقي والتنوع البشري اللي موجود هناك، أيضا تستهويني البساطة في هاي المناطق. والبساطة طبعا لا أقصد فيها القلة والفقر والحرمان فقط، بل القناعة. أنا طبعا عشت في كثير قرى اللي هي بدائية ما زالت موجودة هناك، اللي فيها قناعة معينة، وعلى الرغم حتى من القلة والبساطة اللي موجودة هناك ما زالوا يستقبلوا الضيف، ما زالوا طبعا يستقبلوني برحابة صدر. وعلى الرغم من أنا مختلف عنهم طبعا دينيا، اجتماعيا، ماديا، اقتصاديا، وحتى عرقيا، كانوا يستقبلوني بدون ما يبنوا أي حاجز بيننا. وهي وأسباب أخرى كثير اللي بتستهويني. كل مرة بزور المناطق من هناك، وممكن تستغرب عامر إنه كل مرة بروح لهناك بحس حالي زي كأنه أول مرة بروح. والشيء الجميل هناك كمان أيضا حتى مش بس التنوع العرقي والتنوع الحضارات والثقافات واللغات وغيرها، أيضا حتى التنوع في المناطق الجغرافية، وأيضا في الطقس، وأيضا التنوع كمان في الحال المادي. هناك في كثير طبقات مادية وأيضا اقتصادية ممكن إنه الشخص بيروح وبيشوفها في الحياة اليومية اليوم. طيب نحن بطبعنا كأناس وقت نشوف شيء جديد وقت نتعلم عادات تقاليد جديدة أحيانا بنقدر نتأقلم مع هذا الشيء، بنقدر نتغير، بنقدر نشوف الأشياء بأبعاد أخرى، ولكن هل أنت قدرت على هذا الشيء؟ هل قدرت تحاول تغير من حالك، تتناسق مع هاي الأشياء وتستقبلها بصدر رحب، ولا كان هذا الشيء صعب بالنسبة لإلك؟ كيف كانت التجربة إنه أنت تروح من بلد أنت كنت عايش طول وقتك ب
بفلسطين بمدينة حيفا، بتروح على شغلك بترجع من شغلك، يعني كان يومك تماما روتيني، ما فيه اكشن بمنحى اخر، وانت قاعد لساتك بقلب منطقة الراحة. طيب وقت طلعت وشفت هذا التنوع وهي البلاد وهي الأديان وهي العادات والتقاليد، شو عمل هذا الشيء فيك وقدرت تتناسب معه؟ طبعا عامر، اولا انا صراحه ما تغيرت ولا غيرت اي شيء. ممكن طبعا تغيرت عده مبادئ وافكار، وايضا تغيرت عده مفاهيم معينه في حياتي، وايضا الروتين، وايضا حتى كثير شغلات تغيرت في حياتي، كيف صرت اطلع للامور في زاويه او في نظره اخرى. ولكن الكلمه الاصح اللي انت طبعا تفضلت وقلتها، انه انا قدرت اتاقلم عن طريق انه انا قدرت اتقبل الاخر. السفر علمني اكثر اني اكون اقل تحيز، اقل تعصب، واقل تطرف. علمني ان نوعا ما اتقبل المختلف عننا، علمني انه انا افوت على العالم الشخصي عند البشر عن طريق كسر الحاجز ما بين الانا ولا انا. قدرت اتقبلهم وقدروا يتقبلوني عن طريق لغة الجسد الحلوة اللي كنت استعملها معهم، ابتسامي بدون ما انا لغة جسدي بتكون ترسل رسالة انه انا مش عم بتقبلكم، او انا عم بستأنف، او انا مشمئز من عاداتكم او تقاليدكم. بالعكس، انا احد الامور اللي خلتني السفر علمتني اكثر كمان، مش بس اكون اقل تحيز واقل تعصب، علمتني نوعا ما انه اتعرف على نفسي اكثر. وطبعا تقبل الاخر يبدا بتقبل من الذات بكل ما فيها من قوه والضعف. انا السفر والتجوال، وانه صرت اجوب العالم اكثر وابحث عن لقطات استثنائيه عن طريق عدستي، وصرت نوعا ما اروح اعيش مع مناطق وامارس عادات وتقاليد، وايضا اتعرف على هذا التراث، نوعا ما خلاني اتعرف على نفسي اكثر. كمان مرة أنا كيف ذكرت سابقا إنه أنا في البيت أنا تعرفت على العالم، ولكن لما زرت العالم صرت أتعرف على نفسي أكثر. فلذلك أنا لما كنت أزور منطقة بعد منطقة بعد منطقة، صرت يعني أؤمن بهذا التنوع العرقي والتنوع البشري. أصبحت أؤمن بأنه كل إنسان ممكن أنه يولد في بيئة معينة، وفي عاد في حضارة معينة، في ثقافة معينة، ويصير يكون في عنده غريزة الانتماء أنه يدافع اللي عنده. طبعا انا كشخص انا اؤمن بانه يحق لكل انسان التحيز لما وبما لديه، ولكن هذا ما بيمنعه انه بيحترم اللي عند غيره. وهذا اللي عم بحاول اخبرك اياه، انه اليوم في علم الاجتماع الشيء الطبيعي هو الشيء المقبول في نفس المجتمع، وهذا اللي صرت اؤمن فيه، بانه في عادات وتقاليد ممكن في مجتمع هي مقبوله وفي امور اخرى غير مقبوله، بينما في مجتمعات اخرى الامور اللي عندنا مقبوله ممكن تكون عندهم مش مقبوله. لما انا بلشت اؤمن بهذه الامور صرت اتقبل الاخر أكثر. وهي احد الوسائل اللي انا خلتني نوعا ما ازور هذه المناطق بدون ما يكون في اي نوعا ما يكون في خلافات، او يكون في نوعا ما اي حواجز. فنوعا ما انا كمان كيف ذكرت سابقا، انا ما غيرت نفسي من اجل، بالعكس انا ظليتني متحيز للي عندي، وانا ظليتني احب اللي عندي، وبحترم اصلي، وبحترم عاداتي وتقاليدي، ولكن اصبحت احترم اكثر عند الاخر، اصبحت نوعا ما اكثر كمان محترم العادات والتقاليد اللي مختلفة عني. فلذلك أنا كشخص طبعا ما بلشت أؤمن أكثر في ثقافة التعددية وتعددية الثقافات. كيف قال أيضا مارسيل بروست، يعني رحلة الاكتشاف الحقيقية لا تكون بالبحث عن أراض جديدة، بل بالحصول على وجهات نظر جديدة. واليوم طبعا الحياة طبعا هي عبارة عن كتاب، فممكن كل يوم نقلب الصفحة عن طريق طبعا تغيير الروتين، أو عن طريق طبعا إن إحنا نعيش تجارب مختلفة. وكيف ذكرت سابقا أنت كلمة كثير حلوة، اللي هي الخروج من دائرة الراحة. وعلى فكرة هي تعريف كلمة تجربة. شو يعني تجربة؟ إنك أنت تخرج من دائرة الراحة تاعتك، تخرج من دائرة الروتين. فلذلك المغامرة والشيء والمخاطرة أيضا هي اللي ممكن تجعلني وتجعل كل شخص نوعا ما إنه يعيش هذا العالم بكل حيث وبكل جمال. أي شخص بفوت على حساب الانستغرام تبعك وبشوف تنوع الصور وكيف انت مصمم الحساب، بيبين معه انه انت حابب تعمل توصل رسالة معينة. ولكن اذا الواحد بفوت وبشوف كمان القصة اللي انت كاتبها عن كل صورة، بيتكون عنه صورة كتير كبيرة عن وئام، ولكن كمان عن الموضوع اللي حابب يهدف له ويقام واللي حابب يوصله. انت قلت دائما انه انا عندي رسالة وانا حابب اوصلها، فبأي منحى
كيف انت عم تشوف انه رسالتك عم تقدر توصل للناس اللي انت حابب تستهدفهم، ولا سيما كمان انه انت عم تستهدف المتكلمين باللغة العربية، بما انه انت دائما تحت اي صورة انت بتنزلها على انك على حساب تكتب كتاباتك باللغة العربية، فاذا بتحكي لنا شوي عن هذا الموضوع لو سمحت. اولا بالنسبه للغه العربيه، انا اخترت اللغه العربيه لانه انا اؤمن بانه امجاد الامم بامجاد لغاتها، فانا بحاول قديش اقدر انه اعزز من مكانه اللغه العربيه، وهي واحد. اثنين، لانه للاسف المجتمعات العربيه والمجتمعات الاسلاميه ايضا هي من اكثر المجتمعات للاسف الغير متقبله للاخر، وفي عندها الانحياز وفي عندها التعصب للاسف. للاسف كمان المجتمعات العربيه وخاصه في الشرق الاوسط، للاسف ما في عندنا تجارب كافية، دائما في عنا آراء مسبقة، ودائما في عنا وجهات نظر ممكن تكون خاطئة أو مغلوط، ممكن تورثناها من أجدادنا، أو ممكن حتى تعلمناها من الإعلام اللي هو ممكن عم بيحاول يوصلنا فكرة غلط. فهل في ناس عم تتقبل فكرتي أو عم تتقبل رسالتي أو تسليط الضوء على عنوان تقبل الآخر والثقافة التعددية وأيضا تنوع الجمال وجمال التنوع؟ بصراحة ما في إقبال كبير جدا على هذا الأمر، ما في إقبال كبير جدا على رسالتي. بالعكس، أنا عدد الأشخاص اللي بيعملوا لي إلغاء متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عم بيحاولوا نوعا ما يذموني أو ينتقدوني، إني أكبر من الأشخاص اللي عم بيحاولوا يدعموني أو يتقبلوا رسالتي. ليش؟ لأنه للأسف إني بالنسبة إلهن، كيف قال برنارد شو، يعني سامحه فهو يظن أن قوانين الطبيعة هي قوانينه، أو قوانينه عفوا هي قوانين الطبيعة. فلذلك لا، ما في تقبل لرسالتي، لأنه بعد ما في عنا نوعا ما ثقافة التعددية في مجتمعاتنا أن المختلف ممكن إحنا نتقبله أو لا خلاف في الاختلاف. دائما في عنا التعصب، دائما في عنا تحيز. طبعا في لها عدة أسباب كمان ذكرت، أنه قلة التجارب، كمان في كمان الخوف، الخوف من تقبل الآخر، أو ما في عنا إحنا دائما، أو أنه أنا أتقبل الآخر أو لا أتقبل الآخر، ما في أنه أنا ممكن أتحيز لما وبما لدي، ولكن على الأقل أحترم اللي عند الآخر. فلذلك أنا عم بواجه صعوبة كبيرة جدا جدا في طبعا نشر رسالتي. هل ممكن أنا أصل لدرجة أنه أنا أعتزل ما يؤذيني، وأنه أنا نوعا ما أستسلم وأرفع إيدي؟ لا، أنا بالعكس، أنا في عندي رسالة لو حتى بقدر أغير شخص واحد. وكيف ذكرت سابقا يعني عامر، يعني كيف قال تشي جيفار، الطريق مظلم وحالك إن لم نحترق أنا وأنت فمن سينيرها. وبعتقد أنه عن جد إيد بإيد وقلب لقلب عن جد نبني مستقبل اللي هو أكثر مشرق وأكثر مزدهر لأبنائنا وأيضا لأحفادنا ولكل السلالة ممكن تيجي من بعدنا. إنه في نهاية الأمر إحنا البشر، إحنا فينا تنوع عرقي وتنوع بشري رهيب جدا. لما بنصل لدرجة إنه إحنا نكتشف إنه في هذا التنوع في جمال وفي قوة، ممكن عن جد إحنا نعيش في وئام وفي سلام وفي أخوة وفي توازن في هاي الأرض. لازم نفهم إنه الآخر ما بيهددنا، الآخر بيكملنا. عشان هيك أنا عم بحاول أنشر أعمالي وعم بحاول أنشر صوري. أنا في صبية قبل فترة قالت لي وئام، أنا الشيء الوحيد اللي أنا لما فتت لحسابك تعلمتها إنه أنا وقعت في حب هاي الناس بدون ما أنا أعرفهم اللي مختلفين عني. لما في صبية واحدة لو حتى بدأت تكون من 1000 أو من 2000 أو حتى من 1,000,000 شخص، أنا بعتقد أني قدرت أأثر على شخص عن طريق أعمالي. واليوم اللي بيفوت وبيشوف أعمالي ممكن يشوف التنوع العرقي والتنوع البشري، وممكن عن جد أنه هو يتعاطف حتى معهن أو بحبهن بدون ما هو حتى يكون في عنده تجارب وقام، أو حتى يكون عنده مغامرات وقام، أو حتى ممكن أنه يكون في الحياة الشخصية يكون عنده بالضبط زي وقام. لا، أنا ما عم بطلب أنه لا عشان تتقبل آخر ممكن تسافر وتروح وتجرب، لا. ممكن التقبل الآخر لا يعني فقط المختلف بالعادات والتقاليد والديني، التقبل الآخر حتى أنك أنت تتقبل رأي أخوك اللي هو عايش معك في نفس الغرفة برضه. التقبل الآخر هو ممكن تتقبل جارك اللي هو مختلف عنك حتى في اسم العيلة. الآخر لا يعني فقط أنك أنت تتقبل الشخص اللي هو موجود في آخر العالم. وأنا كيف ذكرت سابقا، التقبل الآخر يبدأ بتقبل الذات بكل ما فيها من قوة وضعف. فلذلك إذا الشخص اتقبل ذاته وقدر يتقبل ذاته وقدر إنه قلبه يعانق عقله، فممكن هو عن جد يقدر يصل لدرجة السمو من الإنسانية انه يتقبل اخوه. ولما بيتقبل اخوه، هاي الخطوة الاولى انه يتقبل ابن عمه، وهكذا وهكذا وهكذا، هي السلسلة لحد ما يصير يتقبل اكثر واكثر، وهذا يبدأ من ثقافة البيت ومن تربية البيت ايضا. طيب وئام، نحن عنا هون بألمانيا، بما اني انا بعيش بألمانيا تقريبا صار لي 6 سنين، الشيء الكتير
كبير اللي عم لاحظه هون انه الناس اللاجئين او القادمين الجدد عم يحاولوا دائما يقولوا انه لازم الالمان يتقبلون، لازم يكون في حرية تعبير عن الرأي وما الى هنالك، ولكن هن نفسهم هدول الاشخاص اللي بيطلعوا على المنابر وبيحكوا هذا الكلام ما بيشوفوا حالهم كيف هن ما بيتقبلوا صح اصحاب الارض. يعني مثل هلا مثلا انا بتجربتي بالمانيا في كتير ناس ما بتتقبلهم كيف هن بيعيشوا، ما بتتقبل عقليتهم، ما بتتقبل عادات والتقاليد تبعهم، او بشوفوهم بيضلوا هن مالهم بنفس المستوى تبع تفكيرهم. لذلك بيحبوا انه الناس تتقبلهم، ولكن انه هن يعني مو بضروري يتقبلوا الناس. فانت شو رايك بهذا الكلام؟ أول شيء كيف ذكرت سابقا، اللي بده يتقبل الآخر لازم يتقبل ذاته بكل ما فيها من قوة وضعف، وإذا بتقبل الشخص ذاته هو ما بيبحث عن الآخر إنه يتقبله، هاي أولا. وثانيا أنا كيف ذكرت سابقا إنه للأسف اليوم في الشرق الأوسط وفي عنا العقلية نوعا ما هي أكثر متعصبة وأكثر متطرفة، وهي أكبر إثبات على فكرة على هذا الأمر. فلذلك انا بحاول بس اني اخبرك انه هذا الصراع هو انا وجدته كثيرا، كل ما بروح على اليونان على تركيا وكثير مناطق ايضا انا بواجه هذا الصراع، انه دائما تعالوا احنا تتقبلونا، تعالوا احنا اللاجئين، احنا النازحين، احنا ضحايا حرب، ضحايا نكبه وكارثه، بس احنا ما بدنا نتقبلكم لانكم انتم عارفين انتم ديانه مختلفه، فين وحضارة مختلفة، في حرية مختلفة عنا، فلذلك احنا مش رح نقدر نتقبلكم. هذا الامر طبعا انا قلت لك اول شيء تقبل الاخر لازم يكون شيء متبادل نوعا ما، لانه الاخر لا يهددني بل يكملني، وعشان نعمل توازن في هذا العالم لازم نعرف انه في كل دائرة خير في نقطة شر، وفي كل دائرة شر في نقطة خير. السبب الرئيسي او بقدر نحلل لك ليش انه السوريين او غير السوريين ايضا او بشكل عام النازحين او اللاجئين اللي هن بيروحوا على مناطق اللي هي غربية وحاولوا انه هن الشخص الغربي يتقبل هن ما بيتقبلوه، بصراحة هذا يبدأ كمان مرة في كثير آراء مسبقة وجهات نظر اللي هي مزروعة في عقولنا، وأيضا قلة الثقافة ووعي تقبل الآخر. كسبب رئيسي ما بقدر أقول لك ليش بالضبط عن جد، لأنه أنا عن جد ما بعرف هاي العقلية بالضبط، بس يمكن لأنه كمان أحد الأسباب هو سبب الدين. بسبب الدين لأنه أنا بعطيك شغلة، أنا كل مرة بعمل محاضرات، أنا كمان أحد اختصاصاتي محاضرات بالنسبة لعلم الإنسان، علم وصف الأعراق البشرية، وأيضا الديانات الشرقية، وأيضا الميثولوجيا اللي هي الأساطير اليونانية الإغريقية القديمة. لما بعطي محاضرات عن الديانات الشرقية، إن كانت الهندوسية البوذية، إن كانت حتى عن العقائد الطاوية الكونفوشيوسية، دائما في خلال محاضراتي إن كانت أيضا عن طريق الزوم، عن طريق طبعا البث المباشر، أو حتى عن طريق طبعا في محاضرة اللي في صف أو في قاعة، دائما في هاي الأشخاص اللي بزتوا هاي الجمل بين لبين إنه الحمد لله على نعمة الإسلام. اوكي طبعا انا مش انه مع او ضد الاشي، ولكن انا لما بعطيك محاضرة عن البوذي انا مش عم بحاول انشر دعوة معينة، او عم بحاول اخيرك، او عم بحاول اخبرك رسالة لا غير اللي عندك، لا انا عم بحاول اعطيك معلومات عامة. فلذلك انت ملاحظ ان الشخص هذا خلال كل المحاضرة نوعا ما هو ما سمع ولا كلمة من اللي انا حكيته، هو فقط كان عم بيستنى الفرصة انه يجت لي هاي الجملة عشان يزرعها في راسي. اوكي هسه الدين طبعا انا ذكرت، متاسف انا ذكرت طبعا الاسلام، ولكن ليس فقط الاسلام، في كل ديانه حول العالم طبعا في عندنا انا عم بحكي لانه هي النسبه الاكبر بالعرب وعند المجتمعات العربيه الاسلام، ولكن في كل ديانه طبعا في عندنا المتطرفين وفي عندنا المتعصبين وفي عندنا المتحيزين لدينهم، يعني وطبعا حقهم. ولكن الدين انا بالنسبه لي في كل الديانات حول العالم طبعا هي من اكثر الامور اللي هي طبعا سببت الصراعات في عند البشريه، وهي اكثر الامور اليوم في عليها استغلال ايضا، ان كان استغلال الاغنياء للفقراء، استغلال الراسماليين للشعب، وايضا استغلال السياسيين ايضا للشعب هو باسم الدين. فلذلك الدين هو من اوائل الامور هي التي تزرع في عقولنا منذ الصغر، انه احنا الصح واحنا وغيرنا الغلط، احنا الصح وغيرنا الغلط. فانا برايي مش بس الدين، كمان في كثير قضايا اخرى
الأخرى ممكن هي طبعا اللي بتخلي الإنسان غير متقبل للآخر للأسف، مع أنه الديانات أيضا دعت للسلام ودعت للمودة ودعت للمحبة، ولكن أنا بعتقد أنه الديانات هي من أكثر الأمور، أو موضوع الدين هو من أكثر الأمور اللي خلى وئام غير مقبول وغير محبوب في مجتمعنا. أنا لما بحكي عن كثير عادات وتقاليد، من مأكل من ملبس من تنوع حتى لهجات حول العالم، أوكي وئام منيح حلوة معلوماتك، أما لما وئام ببلش بحكي عن الديانات أو بحكي عن مراسيم وطقوس وعادات وتقاليد دينية عند شعوب أخرى، فجأة هنا بصير في حاجز، بصير في إكس على وئام، وئام يصبح غير مقبول غير مرغوب فيه، وئام هو شخص بالنسبة إلي هو كافر فاسق، وكثير كلمات وكثير ألقاب اللي عم تصلني يوميا بصراحة. بصراحة أنا بشوف إنه في نقطة تناقض كتير 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 كبيرة عند كتير من الأشخاص، إنه لو كان هذا الشيء اللي أنت عم تعمله وعم يعمله شخص أجنبي مو معروف ديانته، مو معروف لا عاداته ولا تقاليده، كانوا حيتقبلوه وكانوا رح يعملوا له مشاركة ويضلوا يتفاعلوا معه وما في أي مشكلة. ولكن بالوقت اللي بيعرفوا إنه أنت شخص مسلم وعندك هاي الخلفية الدينية، فمباشرة هن ببلشوا الهجوم عليك انه هذا الشيء ما بيصير. ولكن من شخص ثاني بيكون بغير عادات وتقاليد وديانة بنتقبله وبكل صدر رحب. فشو رأيك، مزبوط هذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام صحيح 100%، وعلى فكرة مش بس من مجال تقبل الآخر، حتى بمجال التصوير. أنت بتعرف أنا بروح على كثير مناطق عربية نوعا ما اللي أنا بدي أصور امرأة عجوز أو حتى فتاة، أو ففجأة ممنوع وحرام وممنوع تفوت تصور، وهذا شيء غير طبيعي غير مقبول غير مرغوب فيه. بينما في نفس اللحظة في نفس الموقف في نفس المكان بيجي شخص اللي هو مثلا من السويد أو من ألمانيا معاه كاميرا كسائح بده يصور، فآه طبعا مسموح. ليش؟ لأنه وقام هو من عندنا، وقام هو دينه مثل ديننا، حضارته مثل حضارتنا، فهو ممنوع. فهذا مثال صغير، طبعا انت كلامك صحيح 100%. على فكره مش بس بالموضوع تقبل الاخر، انا بحاول نوعا ما اعطيك مثال او من مجالات اخرى امثله اخرى، ايضا حتى من ناحيه الفنون ايضا. اليوم انا كوام اذا بدي انشر فن معين، او ان كان فيلم ان كان رسمي او حتى الصوره، ممكن تكون غير مقبوله في مجتمعاتنا. بينما اذا بنروح على معارض متاحف او حتى نتجول في شوارع روما او حتى في اثينا في اليونان، ممكن نشوف تماثيل اشخاص عراق، أو ممكن تشوف لوحات لنساء عاريات، بالنسبة إن هذا نوع فن، هذا حضارة، هذا ثقافة، وإحنا نرتقي في أفكارنا ووعينا لما إحنا بنزور هاي الأماكن. بينما لو شخص في مجتمعنا بيمارس هذا الإشي، فبالنسبة إن هذا الشيء غير مقبول وغير مرغوب فيه للأسف. فكم بالأحرى أنا لما بدي أحكي عن موضوع تقبل الآخر وعن الدين، فهون نوعا ما هذا الإشي يصير متطرف أكثر. سؤالي هلأ شوي خاص، بفوت بحياة وئام الخاصة، واللي حابب أسألك يا، بما أنه وئام بيعيش بمدينة حيفا وهي بفلسطين المحتلة وأنت بتعيش بدولة إسرائيل، وبما أنه أنت بتعيش هنيك فأنت أكيد ولدت هنيك أو عشت حياتك أو طفولتك أو كل الأوقات من حياتك أو أعظم أوقات حياتك عشتها بمدينة حيفا. فكيف بيشوف هذا الشيء وئام بالنسبة له؟ وكان هذا الشيء سبب من الأسباب اللي خلتك تبلش بهي الرحلة مع الذات؟ طبعا خلينا احكي الصراحة، اولا انا ولدت طبعا في دولة بما تسمى اسرائيل، طبعا هذا المسمى غير مقبول عند كثير ناس، طبعا يقولون فلسطين المحتلة، ولكن انا بذكر اسرائيل لانه فقط كمقدمة اللي بدي احكيه. انا ولدت وترعرعت وتعلمت، وطبعا من جيل الصغر طبعا بين يهود، انا طبعا كبرت في هذه الدولة، انا تعلمت في جامعاتهم. بنكر اذا بقول انه انا قليل جدا ما حسيت انه انا نوعا ما مختلف عنهم، لانه انا عربي او من اقليه، انا عشت معهم، انا تعلمت معهم، انا اشتغلت في مستشفيات كان من يهود من كل حول العالم من كثير اعراق مختلفين. واجهت هذا الصراع كثير كثير خارج البلاد، وايضا في منطقه الضفه، وايضا في مناطق فلسطينيه اخرى. اي نعم انا عربي وانا اصل جدي فلسطيني وانا افتخر في الاشي، ولكن أنا أيضا عندي جواز سفر إسرائيلي،
وأنا هذا الأمر هو صراع كبير جدا عن كل العرب اللي ساكنين في فلسطين المحتلة أو إسرائيل، لأنه دائما إحنا كثير بنفتخر في مرات أجدادنا وفي نسبنا وفي أصلنا، وإحنا فلسطينيين وإحنا عرب وإحنا اللي ضلينا بهاي الأرض وإحنا اللي حفظنا على بيوتنا وعلى أراضينا، ولكن لما نخرج للخارج إحنا بنشعر بهذا نوع من الاختلاف، أو نحن نوع من الخونة، أو نوع من إحنا الأشخاص اللي إحنا بننتمي لدولة معينة اللي هي عدوة لكثير دول عربية وإسلامية وغيرها. هذا الشغلة أنا بواجهها كثير كثير. أنا حتى لما بزور مناطق في الضفة دائما في كلمة إنه أنت من عرب إسرائيل، أنت من عرب 48، والشخص الفلاني من عرب 67، وأنت عربي مع هوية إسرائيلية بدون جنسية إسرائيلية، وكثير 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 مواضيع إحنا بنواجهها العرب اللي موجودين في الشمال، أو حتى اللي موجودين حتى في القدس الغربية على فكرة كمان. بواجهها كثير أيضا في دول أجنبية هاي المشاكل. طبعا أنا لما بروح على مناطق معينة في أوروبا اللي هي عدوة، أو طبعا خلينا نقول أكثر متعاطفين مع القضية الفلسطينية، فطبعا إني أنا كشخص بروح بفتخر إنه أنا فلسطيني، بينما في دول معينة اللي إني لا، إني بالنسبة إلين ما في إشي اسمه فلسطين في إسرائيل، فبالنسبة إلين أنا إسرائيلي. أنا حتى لما بروح حتى على مناطق مثل كشمير أو الهند أو مناطق أخرى، دائما في هاي الصراع اللي عندي. هذا الصراع هو انبنى عندي من جيل صغير، ان شو انا ومين انا ولمين بتبع. اي نعم انه انا بفتخر في عروبتي، كثير بفتخر في عروبتي، وانا بفتخر في جدي الفلسطيني اللي ولد في طبعا ما قبل قيام دولة اسرائيل بال48، ولكن هذا هو الوضع القائم اليوم. هل انا لازم لما بكون بصف او لما كنت في الجامعة انا لازم اغني او انشد نشيد الوطن الاسرائيلي اللي هو الامل، ولا لا انا فلسطيني؟ هل انا لازم انا لما تعلمت في الجامعة اللي هي بتتبع لاسرائيل لازم ارفع علم اسرائيل، او لا انا اصلي فلسطيني فلذلك لازم ارفع علم فلسطين على الرغم من انه ممنوع اني ارفعه على فكرة؟ هل لازم وهل فلذلك هذا الصراع انولد عندي من جيل صغير، فبلشت اتعرف اكثر اكثر على التنوع العرقي والتنوع البشري والاختلافات العرقيه والاختلافات البشريه اللي موجوده في مجتمعاتنا، وهذا يمكن احد الاسباب اللي خلتني نوعا ما اسعى اني اتقبل الاخر، او اسعى اني انشر دعوه تقبل الاخر طبعا والمختلف عني طبعا. فلذلك كلمة إسرائيل أو فلسطيني دائما حتى هي كلمة حساسة جدا في كثير من متابعيني من دول عربية، بيقولوا لي وأنت بدك تزور دولتنا إن كان من دول الخليج أو حتى من دول أفريقية وغيرها، دائما هو جوابي إني أنا ما بقدر أزور. فالسبب هو الرئيسي طبعا وأنا معي جواز سفر إسرائيلي، ولكن للأسف هذا هو الوضع، وهذا الوضع القائم الموجود عندنا. هل ممكن نغير الوضع؟ لا. هل في أمل إنه يتغير الوضع؟ كمان لا. فلذلك هذا هو الوضع القائم. وفي كثير أشخاص نوعا ما لما بيكتشف إنه وقع مع جواز سفر إسرائيلي بيضه، نوعا ما بيحاولوا ينبذوني، أو يحاولوا نوعا ما بيحطوا إكس على كل رسالتي وعلى كل أعمالي وعلى كل فني اللي هني حبوها في السابق، بس لما اكتشف إنه لا، وقام مع جواز سفر إسرائيلي أو هو موجود في فلسطين المحتلة أو الداخل، فلذلك خلاص بدنا ننبذه. فهذا الصراع هو موجود مش بس هون على فكرة، موجود في كثير 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 دول. اليوم عم نشوف كثير حتى في لبنان في صراعات دينية، وفي صراعات طبقية في سوريا، في صراعات دينية في إيران نفسها، في صراعات اللي إني مع الحكم أو ضد الحكم، في دول أوروبية حتى دائما، حتى في الطوائف في داخل الطوائف نفسها دائما في صراعات. فلذلك الاختلاف والتنوع والأعراق شيء عن جد لا يمكن حصره في هذا العالم. وصدقني أشخاص اللي حتى راح يسمعوا هاي المحادثة كثير نوعا ما راح ينتقدوا الإشي، بس يا جماعة ويا ناس، يا جماعة ويا ناس، التجربة 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 من ثم التجربة. أنا أحد الشغلات اللي خلتني أتقبل الآخر إنه أنا ما عندي تجارب، ولا عندي نوعا ما العادات والتقاليد اللي هو يترعرع عليها أو إنه هو ربي فيها. فلذلك أحد أسس أيضا تقبل الآخر أو حتى نحترم الآخر هو إن إحنا نحط حالنا محله فقط عدة دقائق، مع انه ما بنقدر نحط حالنا محله، بس حاولوا تفهموا انه كل انسان في هاي الحياة في عنده عادات وفي تقاليد وفي تجارب معينة، في كثير تجارب ممكن حتى تغير البشر في اقل من ايام معدودة كمان.
طلع في نهاية الأمر، في نهاية الأمر عامر، أنا أو أيضا مش بس أنا، أيضا كل الفنانين في عنا رسالة معينة، عم نحاول نسلط الضوء على قضية معينة، عم نحاول نوعا ما ننشر ثقافة أو ننشر شغلة معينة. الفن بحد ذاته لازم يكون صريح، والإنسان وانت بتكون عنده فن حلو وبتكون فن عن جد اللي هو فيه أيضا رقي أو رسالة، لما الإنسان يكون صادق مع أعماله. فلذلك أنا كفنان عشان أكون صادق مع أعمالي وعشان أكون صادق مع رسالتي، أنا لازم أكون صادق أيضا مع في الحياة اليومية كمان، ما بقدر أكون بوجهين، ما بقدر أكون وجهين. ففي كثير أشخاص نوعا ما بينتقدوني حتى على صراحتي، وقام الأمر طلع ما بي يعني أنا سابقا سألتني وقام أنت كيف بتسافر هناك وتتقبلهن ويتقبلوك، نوعا ما أنا هاي الأمور أنا صريح لأنك أنت سألتني عليها. ولكن أنا لما بروح على مناطق بعيدة ولما بروح على أشخاص وأيضا حضارات مختلفة عني، أنا ما بروح وبعلن على هذا الإشي أو بكتبه على صباحي على جبيني، لا، أنا بضلني نوعا ما ساكت، أنا بسمع عاداتهم تقاليدهم حتى بمارس طقوس معينة بدون ما أنا أخبرهم حتى عني أي إشي غير إذا هني بيسألوني. تفهمت علي؟ فلذلك هي احد اسس تقبل الاخر ايضا، انت تروح بضلك تنصت للاخر، انت بتتعلم منهن، اذا هن سالوك او حاولوا يتعلموا منك ممكن انت تخبرهن. فلذلك بس احنا للاسف احنا دائما مرات احيانا حتى التعصب اللي موجود عندنا حتى بمنعنا نحن ننصت للاخر. كيف انا قلت لك قبل شوي انه انا بكون بعطي محاضره فجاه بنط لي واحد مع جمله معينه، بكتشف انه مش عم بيسمعني وفقط عم بيستنى فرصه معينه بس عشان يزرع هاي الجمله في راسي. هذا السؤال هلا اللي بدي اسالك اياه هو سؤال بخصني الي. ممكن يكون من فتره اشتريت منتج من سوبر ماركت، وكان هذا المنتج هو يعني اكل، ففتحته واكلت منه، وبعد ما اكلت وخلصت بقلب المنتج لورا فبشوف انه مكتوب عليه انه صنع في اسرائيل. فندمت كتير انه اشتريت المنتج، وتضايقت كمان، وحسيت حالي انه دعمت اسرائيل بشكل او باخر. انت برأيك هذا التفكير اللي انا عم فكره هو التفكير صح، او انه بالفعل انه انا عم بدعم اسرائيل اذا عملت هذا الشيء، او انا عم فكر بطريقة غريبة؟ بهمني اعرف انا رأيك. انا بالنسبة لي بعرف رأيي وبعرف شو اللي بدي اعمله، ولكن بصراحة انا كتير حساس بموضوع اسرائيل وفلسطين وهي الشغلات، بما انه هذا الشيء نحن مثل ما بيقولوا رضعناه يعني، واخذناه دائما من المدارس ومن ايام الصغر يعني. فشو رأيك بهذا الكلام؟ طبعا طبعا بس عامر انا مش عم بحاول اعمل دعوة هنا تعال نتقبل اسرائيل واللي عملته اسرائيل، مش بس اسرائيل كمان في دول اخرى. انا عم بحاول اقول انه لا، انا خلقت وانا ولدت في وضع قائم ووضع موجود، هذا انا بحاول اوصله، انا ولدت في وضع موجود، انا عربي في نهاية الامر، فلذلك تقبلوني انا كانسان، انا صاحب رسالة، انا انسان الوضع في ظروف معينة وهذه هو وضع القائم اليوم. انا مش عم بحاول كمان مرة، انا حتى لما انا باجي اعطي محاضرة عن ديانة مختلفة او عرق مختلف، انا مش عم بحاول اوصل او اقنع اي شخص انه هو الصح او لا، انا عم بحاول فقط اني انشر معلومه معينه او عم بحاول اوصل لك انه هذا هو الوضع القائم وهذا هو الموجود اليوم. فلذلك انا انت كشخص، انت اذا انت بتتحسس من كلمه اذا حقك، مش بس في كثير اشخاص برضو، بس انا عم بحاول انه انا كوئام، تعال على الشخص كوئام. فلذلك انا بعرف على فكره كثير اشخاص اللي هن ايضا يهود اسرائيليين موجودين ايضا خارج البلاد، ايضا في اوروبا، اللي في عندهم صداقات مع كثير اشخاص بيكونوا صداقات مع الوقت بيكتشفوا انه لا، انه هذا اسرائيلي فجاه بده يحطوا عليه اكس. طب ليش؟ ما انت كل الوقت انت كنت عم بتحبه وعم بتشتغلوا مع بعض تتعلموا مع بعض، فجاه اسا بس اكتشفت هذا الاشي عنه وانت نوعا ما لغيته من حياتك. فكيف بيقولوا، ان خليت باليد، دائما في كل حضاره في كل ثقافه وكل ديانه دائما هناك طبعا المنيح وهناك في العاطل. فطلع انك انت تتحسس من الاشي، سؤالي لك هو كالتالي عامر، اعذرني انا اللي صرت عم بسألك، هل انت كنت في اسرائيل مرة؟ لا أبدا. هل انت نوعا ما حكيت مع اشخاص من اسرائيل مرة؟ غيري انا يعني بشكل عام يهود عم بحكي لك لا أبدا. بالمرة. هل انت نوعا ما زرت المناطق اللي انا زرتها من عادات تقاليد حضارات في الشرق الاقصى؟ بصراحة زرت مناطق، ولكن مو بالعدد والكم اللي انت زرته. هل انت نوعا ما تذوقت المنتوجات الإسرائيلية الموجودة عندكم؟ بصراحة مرة واحدة وهل كان إشي لذيذ أو غير لذيذ؟
لا بصراحة كان يعني ظريف. يعني انت حتى على الغذاء انت صرت تحكم مجرد على الاسم من وين انتج. اوكي، انا بعتقد انه انا جاوبتك على سؤالك. أنا بعرف إنه وقتك ضيق، ولذلك خلينا نوصل لآخر 3 أسئلة بسألهم لكل ضيف، وخلينا نبلش بأول سؤال. كيف بيوصف حاله وئام بـ5 صفات؟ بـ5 صفات. طلع انا كوئام، انا هل انا متواضع؟ عشان هيك بديش اعطيك اوصافي. لا، انا مش متواضع بصراحة بالمرة. المتواضع هو شخص يريد ان يمجده الناس، كيف قال طبعا نيتشه. ولكن انا غير، انا مترفع. خير ولا انا مترفع؟ انا الوئام. انا انسان طموح و منافق. ممكن توضح لي لو سمحت شو قصدك بمنافق؟ ولا مرة سمعت من ضيوفي انه يقولوا انا منافق يعني. أنا منافق كبير جدا. ليش منافق؟ لأنه أنا لحد اليوم ما قدرت أعمل تغيير. أنا بروح أصور مشردين ومتسولين، وبرجع للحياة الرفاهية تاعتي، برجع للحياة الوردية المخملية تاعتي. أنا شخص اللي عم بحاول قديش أقدر إني أصور كثير قضايا اللي هي إنسانية، بس عم ب... مش بعدني مش عم بشوف إنه عملت تغيير كافي ووافي. ما عم بحاول نوعا ما، أو مش حتى ملاحظ إنه أنا لما بحكي من الإشي هو صراع داخلي عندي كبير جدا. مرة أنا صورت صراحة طفل مشرد وكان متسول في شوارع الهند، فرحت أنا صورته، فشفت الطفل جدا جدا في حال ميؤوس منها. فلذلك أنا بعد ما صورته روحت على، كنت طبعا رحت على منطقة اللي فيها كان فندق، فأنا اخترت غرفة اللي منيحة، كمرتي المنيحة، عدساتي المنيحة، كنت لابس ساعة منيحة، طبعا كل الحياة الرفاهية. روحت من بعد ما أنا استحميت وأكلت وجبة العشاء تاعتي، فأنا طلعت في الكاميرا وشفت الصورة، فأنا اكتشفت إنه أنا منافق كبير جدا جدا جدا. فأنا من وقتها صرت أبحث عن حياة البساطة، صرت أبحث عن الحياة اللي ما فيها استهلاك، ما فيها نوعا ما هاي الحياة الرفاهية اللي بتعكس شخص معين اللي ما في عنده تعاطف مع هاي القضايا. وكثير كثير أمور اللي بتخليني أنا كإنسان للأسف منافق كبير جدا. ما زلت أنا لما بكتشف إنه أنا عن جد قدرت أعمل تغيير أكبر، ممكن أنا النفاق مش بس تاعي، تاع أي شخص آخر ممكن يقل. للأسف اليوم في كثير 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 قضايا إحنا لازم نسلط الضوء عليها، كثير قضايا مهمشة، كثير أشخاص اللي مهمشين على قارعة الطريق، اللي لازم نحطهم في المركز ونحطهم في الوسط. لما بكتشف انه انا عن جد قدرت اعمل هذا التغيير، وقدرت انا اني احط هاي شوية الضوء في اخر الطريق المظلم والحالة اللي احنا ماشيين فيه، ممكن اكتشف انه انا عن جد بلشت اكون صادق اكثر مع نفسي وعملت تأثير اكبر. الانسان في عنده صفات، انا برضو كإنسان في عندي صفات سيئة، في عندي صفات ايجابية، بس ابقى سؤالك هو اول مرحلة بيسألني عليها. انا بني ادم طموح، عندي طموح كبير. أنا إنسان اللي جدا 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 عندي روح المنافسة، أنا جدا متنافس، أنا بحبش حدا يكون مثلا بيعرف أكثر مني. لا عن جد. وأنا إنسان خلينا نقول بحب حالي، جدا جدا محب لنفسي. طيب شو بتحب تقول لوئام بعمر الـ10 سنين؟ تخيل انه وئام الصغير بعمر الـ10 سنين قاعد جنبك، بتحب تنصحه نصيحة؟ بتحب تقله شكرا؟ بعمر الـ10 سنين تكبرش، اوعى تكبر، خليك هيك. العمر الـ10 سنين وقام الـ10 سنين انه عيش عادي، عيش عفوي، لانه الحياة راح تعلمك كثير، وبلاش تفكر كثير في المستقبل. عن جد انا لو حتى اسا برجع على مدة، على فكرة السؤال كثير حلو، لو برجع على 10 سنين كان انا ما بخبره شو اسا راح يصير معي. عن جد ما بخبره شو راح يصير في المستقبل، ولا بغيره انه ايش تغييرات. انا في حياتي في كثير شغلات عملتها اللي ممكن انا
سيئة وفي إيجابية في، بس إحنا البشر ما بنندم على شغلات عملناها، بنندم على شغلات ما عملناهاش بحياتنا. بس كمان الحياة الإشي الحلو فيها كمان هو الغموض، هي التجارب، التعلم من التجارب. فأنا إذا برجع إسا بعض الوقت على على جيل 10 سنين، عن جد ما بخبر ولا أي إشي، ممكن أراقبه من بعيد بس عشان أنعش ذكرياتي مش أكثر، بينما ولا أخبر ولا أي إشي ولا أشوف شو راح يصير. لأنه بالعكس، خلي كل، لو كل إنسان عن جد يحب هذا الغموض في هاي الحياة وبيعيش يومه. وطلع كيف قال في جملة كثير حلوة بتقول إنه أهم يومين في حياتك هو اليوم اللي ولدت فيه واليوم اللي تكتشف فيه ليش ولدت. طبعا هي جملة مارك توين. أنا بعتقد إنه لما الإنسان يوصل لدرجة الوعي إنه يكتشف ليش هو ولد وأي دور ممكن يعمله في هاي الحياة، ولما بيكتشف كمان إنه هو ليش ولد، فهون أنا بعتقد إنه هو ممكن يصل لدرجة عن جد من درجة عليا ودرجة عن جد مثلى من حياته. شكرا كتير، كلام رائع جدا وقيم. سؤال الثالث هو: شو أحلى قول أنت سمعته قريته ولا أنت بنفسك ألفته وبيألهمك بوقت الشدة؟ الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء، فلذلك لازم نغامر، لازم يكون فينا تجارب جديدة، لازم إحنا نعيش حياتنا. الحياة عن جد كثير إشي جميل وكثير حلو بتجاربها، بغموضها، بإنها غير قابلة للحصر، فخلينا نعيشها في كل حيثياتها. وصدقني في جملة لسيزار بافيسي بيقول فيها: نحن لا نتذكر الأيام بل نتذكر اللحظات. فخلينا نحول كل لحظة لفرصة معينة نعمل تغيير معين في حياتنا، خلينا نغير كل لحظة في حياتنا نكون لحظة أمل، لحظة تغيير. خلينا نوعا ما نتقبل بعض، خلينا نساعد بعض، خلينا نوعا ما بنلغي بعض، بالعكس احنا نكون داعمين لبعضنا. لأن في نهاية الأمر احنا البشر عن جد احنا بدنا نعيش، بدنا الحياة حلوة، بدنا نبتسم، بدنا نعلم، بدنا نثقف. بدي اياك تتخيل معي انه انا اعطيك موبايل، من خلال هذا الموبايل فيك تبعت رسالة SMS بجملة واحدة لكل شخص على الكرة الارضية، شو رح يكون فحوى هاي الرسالة؟ كون مميز، كون مختلف، كون انت. ما فيني اقول الا اني تعلمت من هاي الحلقة كتير اشياء، ان كانت مميزة او فريدة من نوعها او في افكار ما انطرحت قبل مرة بهذا البودكاست. فانا بتشكرك من كل قلبي وئام، وشكرا لوقتك، وبتمنى لك التوفيق بحياتك. طبعا شكرا كثير لك وشكرا لكل المستمعين. عجبتك الحلقة وانت حابب تدعم القناة؟ اذا انت بتسمع القناة على ابل بودكاست او ايتونز، فيك تترك لنا تعليق وتعمل تقييم كمان للقناة، وهذا الشيء بيساعدنا كتير كرمال انه دائما تكون هاي القناة ظاهرة لكل الناس وتنسمع من كتير عالم. انا رح اكون شاكر لك طول العمر اذا بتاخد دقيقة من وقتك وبتعطينا تقييم للحلقة. بتشكرك كتير من قلبي. Das war's schon wieder mit Deutsch Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.